Pour moi, un grand honneur doublé d'un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier de partage et de renforcement des capacités sur les enjeux liés à la gestion du littoral qui est organisé dans le cadre de la troisième édition du concours des journalistes reporters de l'année. السيد محمد بن الشيخ رضواني الذي عبر من الوهلة الأولى عن رؤية متبصرة لتمهيل وتطوير الحقل الإعلامي بشقيه العمومي والخاص إدراكا منه بأهمية دور الصحابة في العملية التنموية وأتمنى لأعمال إدارتكم هذه التوفيق والنجاح وأعلن على بركة الله افتتاح أعمالي هذه الدورة. وهي منطقة سيلا فاليس وهذا سيلا فلور. Les JRM, le réseau des journalistes reporters de la mer. C'est de permettre aux Mauritaniens de pouvoir dire ce qu'ils veulent, mais de manière qualitative, aussi bien dans le contenu que dans la qualité. Le premier instant qu'on a vu Nouadhibou, où les infrastructures Nouadhibou, les bonnes parties Nouadhibou, les médias, les yeux de ce bout de l'eau. متعلقة بيوكو بيوكو كان يعني حماية البيئة بصفة عامة وخاصة البحرية بشكل خاص أنها عادت هي أهم التحديات اللي تواجه عالمنا اليوم كامل التأريخ والنشر طبعا معروف في البداية عن سبب وجود الصورة كان الإخبار عن طريق عميقة في عرض البحر الموريتاني. إن المنطقة البحرية لموريتانيا والتي تعرف بثرائها بالأسماك لا تخفي في أعماقها بيئات غريبة ومجهولة. ساطرة إمروب نبدو به نشوف تجربة معدلها معدلها الأكاديمي مافا من أجل توفير حل مشكلة التصحر ومشكلة ديروزيون كوتيار Thank you.
يأثروا على الناس من الكائنات اللي كانت تعيش في خليج النجم انها صرفت انقرضت. كانوا كثير يعرفوا شو هم الشكليات اللي انقرضت يعرفوا اللي فيه. يعني نرجعوا الصفه كاملين ان شاء الله. بيونيو مايو نعاود نسال وزير التربيه ان شاء الله هي اللي تقدم الجوائز للسنه.